تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 14 أغسطس 2018، وإخواتي الأحباء اللي في الفيسبوك، جاستن كيس لو هيقطع بعد نص ساعة ممكن تكملوا دايركت برودكاست، بيستمر شوية على اليوتيوب. المقدمة عشان كالعادة بقينا باستمرار ضيق الوقت باختصرها، الخدمة دي هدفها تذكرك بحياة اليقظة الروحية، حاليات الاستعداد إن أنت تقابل ربنا سواء تسلم وداعتك أو المسيح اللي هيجي في أي وقت اللي بنقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع. أيضا تذكرك إن أنت محتاج تكون مصباح منير، أنتم نور العالم، ما تنفعش تخفي النور بتاعك اللي بينعكس عليك من ربنا. استعدوا وخلي بالكم باستمرار عشان مقابلة ربنا. ربنا قال لنا علامات كتيرة، ليه قالها لنا؟ وهي دي اللي بيدور حواليها الأخبار اللي أنا بجيبها، لأن ربنا عارف في الزمان الأخير هيكون في ناس خايفة من اللي بيحصل، فربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش. ربنا عارف إن في الزمان الأخير هيكون في تشكيك كتير جدا، وحضراتكم شايفين قد إيه التشكيك زاد من كل اتجاه، فقال لنا الحاجات دي ما تنفعش تحصل بالصدفة في الزمان الأخير، عشان لما تحصل تؤمن بصدق وروعة هذا الكتاب، لأنها مستحيل تحصل بالصدفة. والحاجة الثالثة والمهمة، قالها لنا في زمن إن ربنا عارف إن هذا الزمان هيكون بيتفنن في إنه يشغلك عن حياتك الروحية ويدخلك في حياة الفتور بسبب المشاغل والمشاكل وغيره، فإداك حاجات لازم هتلفت نظرك وتذكرك باللي قاله لك في الكتاب المقدس. فلما تتذكر ولما تبتدي الحاجات دي قدامك ترفع راسك لفوق، لأن خلاصك قد اقترب. علامات في السماء. ناسا تخطط لرحلة لمركبة، عايزين من خلال هذه المركبة يلمسوا الشمس. ده من يو اس توداي، تو تاتش ذا سان. طبعا هيكون فيها ملايين، وده احد الاهداف، لكن anyway. اكتشاف كوكب يسرح في الفضاء مجاله المغناطيسي لوحده اقوى من المشترى 200 مرة واكبر منه 13 مرة ولا يدور اصلا حول نجم، ويفاجئ العلماء. ده من فوكس نيوز، وده طبعا يخالف تماما نظرية تكوين الكواكب اللي بيحاولوا يقولوها. تزايد حمامات الشهب اصبحت بطريقة واضحة جدا، وده وكالات الاعلام ووكالات الفضاء بتتكلم على هذا الامر. الشهب زادت، مش ده برضه قاله لنا الكتاب المقدس على انه في اجسام فضائيه هتتساقط، لما قال نجوم السماء، والكلمه اللي جت في اليوناني تعني اجسام فضائيه، احجار فضائيه تقع. رياح شمسيه قويه متوقعه ان تصل الى الارض ما بين يوم 16 و17 اغسطس. هذكر لكم بس اللي كميه الكور الناريه او الاحجار الفضائيه اللي سقطت في الغلاف الجوي هذا الأسبوع بس. يوم 7 أغسطس سقوط 80 كرة نارية في يوم. شوفوا الكمية زادت قد إيه وقارنوها باللي كان في العقد اللي فات 2008، من 10 سنين بس. شوف المقدار اختلف قد إيه. كنا نسمع عن حاجة زي كده كل كذا أسبوع أو كل شهر، ما كناش بنسمع ده عدد الضخم ده. يوم 8 أغسطس 83 تانيين في يوم. يوم 9 أغسطس 67 كرة نارية في يوم. قارنوا حتى الأرقام دي بالسنة اللي فاتت واللي قبلها، وحتى أنا كنت بجيب لكم الإحصائيات كل يوم. يوم 10 أغسطس 34 كرة نارية. يوم 11 أغسطس سقوط 62 كرة نارية. يوم 12 أغسطس 105 كرة نارية. يوم 13 أغسطس 214 كرة نارية في يوم واحد. ايه رأيكم؟ ما زادش، فيقول لنا الكتاب المقدس في اواخر الايام ده هيحصل ونلاقيه يحصل بهذا المنظر؟ طبعا لا. الطقس اللي ايضا اصبح متقلب جدا زي ما قال لنا. الناس اللي عندها اشكالية في اليوتيوب لو يعملوا بس ريفريش هيلاقوا الصفحة اشتغلت كويس.
معلش انا اسف على عيوب اليوتيوب، لكن ده صدقوني مش من يعني مش من ذنبي يعني. أنشطة غير طبيعية، ده مش كلامي، ده كلام وكالات الأرصاد الجوية. أنشطة غير طبيعية في الأعاصير، 4 أعاصير في الأطلنطي بتتجمع وتقوى في نفس الوقت قدام حضراتكم، هكتور وجون وإلينا وإنفست، كلهم في نفس الوقت بطريقة غير طبيعية. أمطار كثيرة تهبط في تورونتو في كندا، كمية سقطت تساوي اللي المفروض تنزل في شهور، نزلت في 3 ساعات بس، وسببت فيضانات في بعض المناطق في تورونتو أو في أونتاريو. ده من ووتشرز، ده بعض المناطق اللي بقت عبارة عن بحيرات. منطقة كيرالا في الهند تضرب بأسوأ فيضان. الكلام ده مش أحداث بتحصل في خلال 10 سنين ولا 100 سنة، ده أحداث بتحصل بقت في أسبوع، كل ده كوارث في أسبوع واحد. فعلا أصبحت يعني آلام مناخ متسارعة جدا. المنطقة دي اللي في الهند اتضربت بأسوأ فيضان ما شافتش حد حاجة زيه من 100 سنة، ويعتبر الأسوأ في تاريخها. ده من ووتشرز. الحرائق في كاليفورنيا لا تزال تمتد في الجنوب في الغابات، ده من ياهو نيوز، ومش قادرين يسيطروا عليها. وأمريكا على فكرة جالها فاير فايترز من أماكن كتيرة يحاولوا يساعدوا. الحرائق من قوتها اللي بتاعت من سنتين كنا بنقول عليها أقوى واحدة، دي تفوقت عليها. فحرائق جنوب كاليفورنيا أصبحت الأكبر في تاريخ الولاية. خدتوا بال حضراتكم بينا قد ايه نقول دي الاكبر في التاريخ؟ الاكبر في التاريخ، كنا نسمع رقم قياسي كل 100 سنه ولا كل حاجه، دلوقتي بينا نسمعه بتكرار. مع ملاحظه انه اكبر 6 حرائق مدمره في كاليفورنيا كانوا اخر 10 شهور. الحرائق في كل مكان دلوقتي، في لبنان وفي اليونان وفي غيرها كله، وفي كندا وغيره. ده من ذا ويذر تشانل. دخان حرائق كاليفورنيا من قوتها وصل لغاية نيويورك على بعد 3000 ميل، ووصل لغاية كندا زي بي سي وألبرتا وغيره. ده من اي بي سي نيوز. الحرائق اللي موجودة هنا وصلت لغاية كندا ووصلت لغاية نيويورك. حتى يوم الحد أصبح هناك أكثر من 100 حريق غابات مشتعل في أمريكا لوحدها، بيلتهم أكثر من 1.6 مليون فدان، يعني أكبر أعتقد دخل على المساحة الزراعية بتاعة نص مساحة مصر. ده من وكالة رويترز. حرائق منطقة جليشير الثلجية في غرب كندا تتزايد وتجبر على الإخلاء كتير، ودمرت تشكيلات كثيرة. موجة شديدة الحرارة تحطم الأرقام القياسية وتقتل 29 شخص في كوريا الجنوبية. شوفوا إزاي الطبيعة أصبحت بتاكل الناس، إزاي الأرض أصبحت تاكل سكانها من كثرة الخطية والبعد عن ربنا. الزلازل اللي نشكر ربنا قلت شوية ولكن بدأت تزيد تاني. يوم الثلاث اللي فات 38 زلزال في يوم، فيهم واحد 5.8 اللي كان يعتبر نادر في جرينلاند. يوم الأربع 30 زلزال في يوم، أيضا في واحد 5.9 في إندونيسيا. يوم الجمعة 42 زلزال في يوم، فيهم واحد تاني 5.9 في روسيا. يوم الحد 202 زلزال في يوم، فيهم 2.6، واحد 6.4 في ألاسكا وواحد 6 في ألاسكا، وكتير جدا 5 فما فوق. يوم الاثنين 124 زلزال، منهم ايضا واحد 6.1 في جزيرة بريستول. رقم 6 ده كان يتعدى على الصوابع في السنة ده لو حصل. احنا دلوقتي بنتكلم على اسبوع. قارنوا الاحصاءات من نفس وكالة الانباء يو اس جي اس بنفس الاسلوب السنة اللي فاتت، وقارنوه بالسنة اللي قبل اللي فاتت.
رقم 6 ده كنا بنقوله كل شهرين ثلاثة، دلوقتي بقينا بنقوله مرة أو أكتر في الأسبوع. ده أنا مش بكلمكم على 10 سنين، أنا بكلمكم على سنة ولا سنتين فاتت بس. الأسبوع ده بس لوحده كان فيه 520 زلزال، منهم زلازل قوية تعدت 91 زلزال، منهم 3 زلازل 6 و6 و1 و6 و4 و3 زلازل 2 5 و9 و1 5 و8 دول في أسبوع. زلزال إندونيسيا اللي كان بقوة 6 و2 وخفضوه ل 5 و9 سبب خسائر أكتر بعد 4 أيام من الزلزال أبو 7 اللي سبب 131 حالة وفاة. الزلزال الثاني يرفع عدد الضحايا ويوصلهم ل 259 شخص. منطقة يلوستون اللي يخافوا من انفجار البركان العملاق اهتزت بمقدار 153 زلزال في يوليو لوحده. زلزال المنطقة الشمالية في ألاسكا اللي يعتبر أقوى زلزال اتسجل في هذه المنطقة في التاريخ اللي هو بقوة 6 و4. بينا نسمع كل أسبوع عن حاجة حطمت الأرقام القياسية. لا تزال الزلازل مستمرة في شمال ألاسكا بعد الزلزال اللي ضرب رقم قياسي. البراكين اللي نشطت وأصبحت كتيرة جدا ومستمرة وبتستمر في التخريب، ولكن نشكر ربنا أخيرا الأنشطة البركانية بدأت تقل في هاواي، ولكن التخريب مستمر بسبب الفتحات الأرضية اللي بتحصل والتشققات اللي بتحصل. ده من ماوي وده فتحات أرضية بتحصل. اكتشاف بركان عملاق في كاليفورنيا تحت طبقات الأرض يحتوي على 240 ميل مكعب من الحمم سويرلينج تحت الأرض. ملخص البراكين النشطة يوم الحد بس، كل دي براكين نشطة في نفس الوقت قدام حضراتكم من فولكينو ديسكفري يوم 12/8. موت الكائنات الجماعي اللي زاد جدا وقارنه من 10 سنين فاتوا ب 2007 و2008، وشوفوا كمية الكائنات اللي كانت بتموت حالة أو اتنين أو تلاتة في السنة، وشوفوا دلوقتي بنتكلم على كام حالة. يوم 9 يوليو موت ملايين من الأسماك في بحيرات في فيتنام، ملايين على مرمى البصر سمك ميت قدام حضراتكم. نفس اليوم موت الآلاف من نجوم البحر في شاطئ في الهند، ده من تايم اوف انديا، شاطئ بطوله برضه على مرمى البصر نجوم بحر ميتة. أيضا في نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك، ده مش 3 حالات في السنة، ده 3 حالات في اليوم. موت آلاف من الأسماك في إلينوي، في بحيرة في إلينوي في أمريكا، ده من فوكس 55. يوم 12 يوليو موت 30 ألف من الماشية في بيرو بسبب البرد. في نفس اليوم موت آلاف كثيرة من الأسماك في شاطئ في يوتا في أمريكا. يوم 14 يوليو موت على الأقل 50 من الطيور كالعادة اللي بينا نسمع عنها شبه كل أسبوع، تقع ميتة من السماء بطريقة غامضة في تكساس. الحادثة دي لما حصلت من 7 8 سنين فاتوا كانت كارثة. دلوقتي بينا خلاص تقريبا باستمرار بنسمع عن طيور تقع ميتة من السماء. مش ده الكلام اللي قاله سفر هوشع 4:0 صفانية 1 على أن سمك البحر ينزع وطيور السماء قبل عقاب الإنسان. يوم 16 يوليو موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في أريزونا في أمريكا، ده من ABC نيوز. يوم 17 يوليو موت 15 ألف من الأسماك في نهر في أيرلندا. الكلام ده في كل مكان في العالم. وسائل الإعلام تتساءل عما يحدث في العالم، ده مش كلامنا، ده وسائل الإعلام بتقول هو إيه اللي بقى يحصل.
فالطيور تسقط من السماء ميتة، والسمك يموت في كل مكان، وأجناس كثيرة أخرى من الحيوانات تموت بأشكال متنوعة. أهو، وكالات الأعلام بتتساءل إيه هو إيه اللي بيحصل؟ القطاع الزراعي في إنجلترا في أخطر كارثة يمر بيها، يعني حتى النباتات مش الحيوانات وبس، من 1978. وأكرر كلامي اللي أنا قلته قبل كده، هل الكتاب المقدس بيخمن إن لما مع يزيد تساقط نجوم السماء والزلازل وأمواج البحر والبراكين والدخان، ويقول معاه هيزيد موت الكائنات وسمك البحر ينزع وطيور السماء تموت، ويقولها طيور السماء مش طيور وبس، تقع من السماء ميتة، واللي هي بتحصل قدام عينينا بالصدفة؟ ما أعتقدش يبقى ينفع بالصدفة. إزاي بعد كده لسه في حد ما بيصدقش الكتاب المقدس؟ إزاي؟ عشان كده ربنا الكلام ده قال لنا قبل ما يحصل. أنا مش جاي أقول لكم ونشرة وفيات الكائنات، أنا جاي أقول لكم الكلام ده ربنا قاله لنا قبل ما يحصل، عشان لما يحصل إزاي فعلا نفرح بالكتاب الرائع اللي بين إيدينا، اللي ما ينف... نو واي إن يكون بالصدفة ويتكلم بهذه الدقة. اللي أيضا أخبرنا إن الأوبئة هتزيد وزادت، كلمتكم قبل كده على كمية الأوبئة الموجودة في الأطعمة. أيضا الجنورية السوبر لا تزال تنتشر أكثر، وظهور أنواع غير معروفة ولا يوجد علاج، ده من ديلي ستار. اكتشاف أن الغبار المسمم اللي طلع من هجوم 11 سبتمبر بتاع 2001 ده سبب سرطانات أحصيت تقريبا ل 10,000 شخص في نيويورك، ده من جريدة ذا صن. فالهجوم الإرهابي ده مش بس موت له فوق 10,000 شخص، ده كمان بعدها سبب 9785 حالة سرطان. شفت الشر الإسلامي عمل قد إيه؟ أخبار الحروب اللي زادت جدا، والموقف اللي بيزداد اشتعال عالميا. الصين تختبر طائرة تتعدى سرعة الصوت وتوصل إلى 4563 ميل في الساعة، ولها القدرة على إطلاق صواريخ نووية لا يمكن إطلاقها من سرعتها، لا يمكن إيقافها من سرعتها أو التصدي إليها. ماتيز الأمريكي يشجع على إنشاء فرقة عسكرية جديدة مخصصة لحرب الفضاء. فاكرين الكلام الخيال العلمي زمان بقى قدامنا حقيقة. أمريكا ستنشئ قواعد دفاعية لاعتراض صواريخ في الفضاء. متخيلين؟ كان زمان البعض بيقول انه وقت ما يجي المسيح هيفكروه هجوم فضائي ويطلقوا عليه صواريخ، وطبعا ما كناش نصدق الكلام ده. اعتقد الموضوع ده دلوقتي بقي سهل، لما يجي المسيح على السحاب هيضربوا عليه صواريخ، لكن طبعا يأثر في مين؟ أدميرال في البحرية الأمريكية يحذر أن تهديد غواصات الروسية هو الآن في أعلى معدل منذ وقت الحرب الباردة، من فوكس نيوز. أساتذتي الأحباء في الفيسبوك، أعتقد بعد 10 دقايق الوقت هيخلص، فلو تحبوا تدخلوا في اليوتيوب. الصين تطلق 6 طلقات تحذيرية لأسطول أمريكي يعبر في جنوب بحر الصين، المفروض أن هي مياه عادية، مياه عامة، لكن الصين بتقول عليها دي أراضي صينية وتغادروا مباشرة. Leave immediately. التدريب العسكري البحري الإيراني الموسع اللي بتعمله هو مصمم علشان بس يرسل رسالة تحذيرية إلى أمريكا. استمرار تزايد التهديدات البحرية في المحيطات قرب شواطئ واشنطن في عمليات استفزازية بيقوموا بيها. الخبراء يقولوا ان الاربع دول خلاص بقوا كتله واحده بيكونوا اتحاد ضد امريكا علشان يسيطروا على العالم. روسيا، روش، الصين، جوجو ماجوج، كوريا الشماليه تبعهم، وايران فارس. وهم في حرب بارده مع امريكا. حضراتكم طبعا عارفين انه كوش اللي هي غالبا الهند بتشترك معاهم، وايضا
جومر وتجارما هي تركيا أيضا معاها. روسيا والصين يمنعون أمريكا من تطبيق عقوبات على كوريا الشمالية اللي بعد ما تعهدت رجعت في كلامها. ترامب يؤكد أنه سيزيد العقوبات الاقتصادية على إيران الصين تقرر أن تشتري البترول الإيراني بغض النظر عن العقوبات الأمريكية اللي مفروضة على إيران. إيران ستحصل على يورانيوم مخصب أكثر من روسيا، هتشتري يورانيوم أكثر. حضراتكم عارفين إنه هيلاري كلينتون اللي راحت و يعني ادت روسيا هدية حلوة من اليورانيوم ده من قاروص شرع. حماس تستمر في الهجمات بتاعتها على إسرائيل وتقول لن نجعل إسرائيل تنام في سلام، ده من قاروص شبع، وفي الآخر زعلانين إن إسرائيل بترد عليهم. إسرائيل ترد على هجمات حماس بضربة تقتل فيها 2 من حماس في غزة، ده من وكالة رويترز. حماس تقول إسرائيل ستتحمل ما قامت به من عنف. طب ما انتوا اللي بدأتوا بالضرب وقلتوا مش هنخليهم يناموا، لما ردت عليكم طالعين تعيطوا ليه دلوقتي؟ حماس تطلق 150 صاروخ مرة تانية على إسرائيل والموقف أصبح على حافة حرب بين إسرائيل وحماس. تخيلوا الموقف، بس لو كان حماس ساكتين وإسرائيل فجأة في ليلة قررت تضرب 150 صاروخ على حماس، كنت هتقولوا ايه؟ ده كان العالم كله صيح. فلسطين تعلن هدفها انها تريد ان تمحو اسرائيل من الخريطة. طب عايزين بعد ما تعلنوا الاعلان ده اسرائيل تقبل اتفاقيات سلام معاكم؟ تحذير من ان داعش في افغانستان تخطط لهجمات على الغرب اكثر، أو بتعمل خطط لهجمات أكتر على الغرب. ربنا يحافظ على الكل يا رب. لكن غريبة يعني حبهم لسفك دم الأبرياء. طب اللي أنتوا الهجمات الإرهابية اللي هتقتلوا فيها مئات أو آلاف الأبرياء، ذنبهم إيه دول؟ دول جم حاربوكم كمان؟ الناس اللي بيبقوا ماشيين في الشارع وبتقتلوهم وبتضربوا عليهم رصاص وبتدخلوا فيهم بالعربيات، دول عملوا لكم إيه؟ السعودية في قصفها للحوثيين في اليمن تضرب اتوبيس ده السعودية وتقتل 29 طفل، بي بي سي نيوز. طبعا يصعب علينا اي طفل يموت، ده حرام يعني، ده حاجة صعبة، ولكن غريبة ما حدش اتكلم على السعودية في الحركة اللي عملتها. خلاف بين كندا والسعودية، ما اعرفش سمعتوا عنه ولا لا، لان السعودية قبضت على كنديين من اصل عربي. كندا اعترضت على ده واعتبرته ضد حقوق الإنسان، فالسعودية طردت السفير الكندي وبتطالب كندا بالاعتذار. موقف فعلا مشتعل ما بين كندا والسعودية دلوقتي، لكن كندا أصرت تتمسك بموقفها. للأسف هذا الكابتن الغير حكيم هيودي كندا في داهية. السعودية تأمر مواطنيها بالتخلص من أي ممتلكات كندية وأي عملة كندية مهما كانت التكلفة علشان يأثر على الاقتصاد الكندي. ده من RT. شركة الطيران السعودي أيضا تتوقف عن الطيران لكندا، ده من RT، كنوع من أنواع العقوبات بسبب الخلافات الدبلوماسية. أخبار عامة، عالم فيزياء فضائية يتوقع نهاية الحضارة البشرية قريبا، وبيقول العالم ده هيصبح ما ينفعش يبقى وطننا قريبا جدا بسبب اللي بيحصل فيه. أيضا جوجل
أصبح يراقب كل تحركاتنا سواء قبلنا أم لا نقبل. تفتح الكمبيوتر هو بيراقب أنت بتعمل إيه، تدخل على أي موقع حتى لو عملت ديليت هو بيراقب أنت بتعمل إيه أو بتكتب إيه على الكمبيوتر بتاعك. تروح تسوق في الشارع بيرصدوك بالكاميرات أنت رايح فين وجاي منين. تروح مول بالفيشل ريكوجنيشن ولا سوبر ماركت ولا غيره بكاميرات التعرف على الأوجه بالفيشل ريكوجنيشن بيشوفوك رحت فين واشتريت إيه وإيه اللي بتفضله وكنت بتبص على إيه. مفيش بقى حاجة خالص اسمها برايفسي. الاف بي اي يحذر من هجمات موسعه وشيكه تهكيريه على ماكينات الصرف الالي. ده من التليجراف. نظام برمجه كمبيوتر يتوقع نهايه الحضاره البشريه على سنه 2040 ما بين التلوث والتدهور وغيره. تحقيقات جديدة في تفجيرات مركز التجارة العالمي سنة 1993، مش هو بتاع 2001، لا اللي قبله، توضح إن إمام مسلم كان بيدرب أولاده على التفجيرات وعلى إطلاق النار في المدارس. قد اللي بيعملوه المسلمين في الغرب اللي فتح لهم دراعاته. لاجئ مسلم في إنجلترا سحل امرأة إنجليزية واغتصبها في مقبرة في أحد مدن الملجأ الإنجليزية اللي المفروض تروح يحتموا فيها في تزايد حالات الاعتداءات المسلمين على النساء الأصفر بسبب اللاجئين المسلمين في الغرب. إيه رأيكم؟ آدي الثمن اللي بيدفعه الغرب لأنه قبل المسيحيين قبل المسلمين عندهم. أخبار اقتصادية. الصين قد تستخدم شركة أبل كفاصل في الحرب الاقتصادية بينها وبين أمريكا، ده من CNBC. أيضا الصين تصدم أمريكا بجمارك انتقامية. انخفاض الليرة التركية جدا لمعدل مخيف وده قد يسبب كارثة اقتصادية لأوروبا بسبب اقتصاد تركيا المتدهور. اقتصاد تركيا ينخفض أكتر بعد أن ترامب يطبق جمارك مضاعفة على الحديد التركي، ده من CNBC. كندا أيضا يتم الموافقة على الدخل العالمي الموحد. لعلمكم حاجة وحشة قوي الموضوع المرتب البيزك سالري يونيفرسال بيزك سالري ده اللي هو المرتبات لكل شخص. البعض قد يراه واو جميل لكن دي عليها خلافات كتيرة. ولما بتتسأل الحكومة الكندية، بص الفضيحة، الحكومة بتاعت ترودو اللي بقت تشجع الشواذ والمصايب دي واللي بعدت عن ربنا جدا، قالت الحكومة هتحصل على الأموال دي من فين؟ تخيلوا قالوا هيجيبوا الأموال دي من فين؟ من بيع الحشيش الماريوانا اللي أصبحت ليجالايزد أو بيعملوا لها ليجالايزيشن في كندا والقمار عبر الإنترنت الاونلاين جامبلينج. ادي اللي بيعمله ترودو في كندا. الاقتصاد الكندي هيعيشه على بيع الماريجوانا والقمار ويخلي الناس تقعد في البيت ويديهم مرتبات ما يشتغلوش عشان يبقوا تنابل اكتر واكتر. مش عارف اقول ايه. وهيجيب من فين ال 43 بليون؟ هجيبهم من الماريجوانا ومن القمار. او ماي جاد. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا. تقارير عن تزايد مرعب في عدم قبول الرب ولا المسيحية في كل مكان في العالم. الصين تستمر في اضطهاد المسيحيين والهجوم على أماكن تجمعاتهم بشكل أصبح بشع. المسيحيين الصينيين بيقولوا أصبح غير مسموح لنا بأي نوع من أنواع الحرية على الإطلاق. ولكن رغم كده كالعادة الاضطهاد دايما يكون بسببه انتشار المسيحية. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. لا تتخيلوا انتشار المسيحية بقي قوي ازاي جدا في الصين دلوقتي. الصين تصدر قرار بمنع المعمودية، خلاص الصين بتعتبر لو حد اتعمد ده جريمة، وتجبر على إزالة صورة العشاء الأخير من مبنى كنيسة بعد ما دمروه.
ادي انقاض الكنيسه، ادي اللي بتعمله الصين. فعلا العالم اجتمع على الرب وعلى مسيحه. اضطهاد باشكال مختلفه في العالم كله، ولكن كله يستهدف المسيحيه. مسلم ايراني عبر وقبل المسيح، واول ما بدا يبشر قبضوا عليه وحكموا عليه بعشر سنين. هما ليه المسلمين خايفين كده؟ ليه خايفين جدا من التبشير؟ بيسبب لهم رعب ليه كده؟ واو، للدرجه دي عقيدتكم ضعيفه؟ هشه؟ تخافوا من واحد عابر يقول ليه عبر وترك الاسلام؟ كاليفورنيا، بالاضافه لحسين اللي تم من فتره اعدموه. كاليفورنيا تجبر قسيس على ازاله لوحات دعايه لمؤتمر القادم عن الكتاب المقدس، ليه؟ عشان الشكاوى. مش بيستحملوا يا حرام اعصابهم الرهيفه الملحدين والشواذ، او ما بيشوفوا اعلان على حاجه في الكتاب المقدس بينهاروا، بتجيلهم صدمه عصبيه. مش عارف اقول ايه. ايضا اليوتيوب تلحق ابل والفيسبوك في حذف القناه الاخبار المسيحيه انفوار. عائله في بنسلفانيا تقول لهم الحكومه انهم لا يستطيعوا ان يقوموا بدراسه الكتاب المقدس في بيتهم. ليه؟ ليه الناس مش من حقها تدرس الكتاب المقدس في بيتهم، يتجمعوا مع بعض ويعملوا بايبل ستادي؟ ايه العالم ده اللي اجتمع على الرب وعلى مسيح؟ وانا عارف الفيسبوك توقف فيه البرودكاست، ولكن اليوتيوب لسه شغال هوبفلي. ايقاف مدرس في انديانا قاد طلبه في نادي مسيحي بسبب شكوى الملحدين ومقاطعه المدارس، بتقول لا 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 معلش مش هتحصل، مش هنتكرر. هو فضيحة؟ طلبة في نادي مسيحي يقودهم المدرس في صلاة، ده كارثة. إدارة المدارس تطلع تعتذر وتقول مش هيحصل تاني؟ ليه يعني؟ جمعية التحرر من الأديان تطالب الشرف بتاع في أوهايو بأن يزيل من مكتبه لوحة لله وللوطن، for God and country. ليه؟ ليه بقى الملحدين مش مستحملين كلمة الله أو ربنا في أي مكان؟ بدأ خلاف في بريطانيا على هل من حق شخص أن يقرأ الكتاب المقدس في الأماكن العامة أم لا؟ اللي بيقول الكلام ده يا عزيزي، أنا كل خبر بجيبه بجيب قدام حضراتكم من وسائل الإعلام، أهو جايبه لكم، واخد سكرين شوت من وسائل الإعلام بتقوله. كل كلمة بقولها وكل خبر بقوله على طول بكون حاطط جنبه وسيلة الإعلام اللي شرحت وقالت ونشرت هذا الخبر. فرجاء محبة عزيزي بلاش. جامعة تطرد مجموعة المسيحيين، ليه؟ لأنهم طلبوا أن يكون القائد بتاعهم مسيحي، الكلاب بتاعهم أو الكوليج بوت بتاعهم مسيحي، عايزين واحد مسيحي. إزاي وإزاي فطردوه؟ الانحدار اخلاقي اللي زاد جدا. حاكم نيويورك يطالب بالتحقيقات بعد ما موظف رفض اعطاء رخصه زواج اثنين شواذ. ده من يو اس توداي. ازاي؟ ما ينفعش. حبس ام وعشيقها بعد ما باعوا ابنهم الصغير لشخص مصاب بالبيدوفيليا على الانترنت. ادي اللي احنا وصلنا له. ده من بي بي سي نيوز. قريبا قانون في كاليفورنيا يحد المسيحيين من اللي يتكلموا مع اللي ليهم ميول شواذ. لو واحد عنده ميول شواذ عايزين يعملوا قانون في كاليفورنيا، اوعى يا مسيحي تروح تكلمه على ربنا ولا على الخطيه ولا على الشذوذ ولا الكلام ده كله. ممنوع. ليه ممنوع؟ لو واحد مختلف ما تقدرش تكلمه، ليه؟ ان هو يرجع يبقى طبيعي. ليه ممنوع؟ فعلا الشيطان اللي بيسهل الوقوع اللي بيصعب الرجوع. بالظبط ده اللي بيحصل. عشان كده بقول احنا فعلا اصبحنا في حرب مع الشيطان. محتاجين نصلي، محتاجين نستعد، محتاجين نجمع زيت في مصابيحنا عشان نكون منورين في العالم اللي اصبح ضلمه، عشان نستعد لاستقبال العريس. اللي اقصده بالصلاه، بالصوم، بالكلام، تكلم في وقت مناسب وغير مناسب، بالخدمة، بتنقيه القلب، بالاستعداد بلباس العرس. معلش انا اسف طولت على حضراتكم. يا ريت كل واحد يسأل نفسه لو قابل ربنا بعد، ربنا يديكم طولة العمر والصحة، لكن لو ربنا جه النهارده
يا ترى هتكون مستعد لمقابلته ولا لأ؟ ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل واحد ما نخافش، اتنين علشان نؤمن بروعة الكتاب ونرفع راسنا لفوق ونفتخر بكتابنا المقدس اللي أخبرنا بالكلام ده قبل ما يحصل، والحاجة التالتة علشان حياة الاستعداد، فعلم عارف ربنا ان هو بيشغلنا جدا عن حياتنا الروحية، فلنا الحاجات دي لما تبدأ انت ترفع راسك لفوق، لان خلاص اقترب، عريسنا قرب، افرحوا لان عريسنا جاي، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة،